السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا طلاب توبولوجي، هاي المحاضرة الأولى لطلاب توبولوجي 2. راح يكون أسلوب تدريسنا لهذا الفصل بالشكل التالي، إنه حنزل المحاضرة بوقتها من الساعة 11 12 2 4. بعد ذلك راح يعني أنزل فيديو وأنزل بي دي اف. تقريبا عندنا احنا 13 اسبوع، تقريبا راح يكون عندنا ما يعادل 25 تقريبا محاضرة. المحاضرة يعني تقريبا بمعدل يعني من 6 الى 8 سلايدات، موضوع. ارجو من الجميع يعني قراءة الفيديو ومشاهدة الفيديو وقراءة المحاضرة. الامتحانات طبعا اذا كانت إنشائية راح تكون من النظريات، يعني 90% من الشرح، وإذا كانت ضعدة راح تكون استنتاجية يعني فهم، فذلك ما يعني بحسب المستجد. إذا إن شاء الله امتحانات في الجامعة راح يكون من النوت اللي يعني تقريبا اللي إحنا بنحكيه، أما إذا كان ضع دائرة بده يكون طبيعة السؤال فهم يعني وربط المفاهيم ببعض، فطبيعة الدراسة بتختلف من ضع دائرة إلى حل. وما وأنا يعني الأمور معومة لغاية الآن. فنبلش اليوم، قبل ما أبلش بالمفهوم الأول المحاضرة الأولى، دي أذكركم بمفهوم اللي هو إيش معنى اللي هو توبولوجي. هذا يعني ضروري كل واحد فينا يعني يرجع يقرأ توبولوجي واحد علشان تقدر تتابع المادة، لأن هي تكملة لتوبولوجي واحد. والامتحانات هو امتحان واحد، اعتقد امتحان راح يكون من 40، وبعمل 10 علامات مشاركه، واجبات مشاركه بمحاضره بشكل مختلف. فقبل ما ابلش في الموضوع اللي هو درسنا اليوم اللي هو راح يكون السيبريشن اكسيومز، بدي اذكرك ببعض المصطلحات. شو معنى كلمه توبولوجي؟ التوبولوجي هي عباره عن اكس وعليها عمليات رياضيه تي. الان هاي المجموعه بتحقق الكولكشن اوف سيت، بتحقق المفهوم التالي. لازم فايل موجود، لازم الاكس تكون موجود، ولازم تكون كلوز اندر اربيتراري وكلوز اندر فايلات انترسكشن. يعني الكولكشن من الباور سيت اللي بناخذها لازم تحقق ثلاثه شروط: الفايل موجود فيها، والاكس موجود فيها، والتي والهاي الكولكشن لازم تكون مغلقة على عملية الاتحاد، أي اتحاد موجود فيها، وتقاطع أي ثنتين ما زال فيها. إذا حققت هذه الشروط الثلاث بنسمي الإكس هاي نسميها إيش؟ توبولوجي. The set X is called space، بنسمي هذا space. الإليمنت اللي هم بنسموهم points أو X، مجموعة عناصر العناصر تبعات الكولكشن هاي بنسميهم open. open set. ومتممة الopen هاي يعني عناصر الكولكشن تبعات الباور سيت او اللي اخذناهم open، ومتممة الopen هاي ومتممة الopen هاي بنسميها close set. الآن بدي أذكرك ببعض الأمثلة على التوبولوجي اللي مرت معك بالتوبولوجي واحد. أول شيء في التوبولوجي اللي بسموه اللي هو discrete topology، اللي هو الباور سيت كلها، كل subset، يعني مع الآخر هي كلها الباور سيت تاعت لأنه موجود والاكس موجود والاتحاد موجود والتقاطع موجود، هذا بنسميه الديسكريت. في الاندسكريت توبولوجي، الاندسكريت توبولوجي هذا اللي هو بيحتوي فقط على يحتوي على الفاي والاكس فقط، هذا ما في غير عنصرين اللي هم الفاي والاكس، بنسميه الاندسكريت توبولوجي او التريفيال توبولوجي. بنسميه الماوس او الـ.
في توبولوجي اخر اللي هو بنسميه اللي هو اليوجوال توبولوجي اللي هو بنسميه الستاندرد توبولوجي. ماشي، هذا الستاندرد توبولوجي اللي هم مكون من الست اللي هي طبعا هنا اللي هي جيل محصوره بالريال نمبر ار، هاي طبعا هي قصدي فيها ار. الان بحيث تكون اي عنصر في جي لازم نلاقي اوبن انترفال بيحتوي الاكس وجوا جي، بنسمي جي اوبن على خط الاعداد الريال نمبر، هي الفترات اللي بتعرفوها اللي هن مجموعه الفترات الريال نمبر هذا بتاع الريال، فهذا لازم يعني اكس ماينس واكس زائد جواته اكس، هذا بنسميه الستاندرد توبولوجي او المتريك توبولوجي او او اليوجوال توبولوجي. في توبولوجي اخر اللي هو الليفتري توبولوجي اللي هو اللي عبارة عن كل الأوبن سيت على شكل من ناقص إنفينيتي الـ A اتحاد الـ R، هذا بسموه الليفت ري. حقيقة شروط توبولوجي الثلاث اللي فاي موجودة وإكس موجودة، المجموعة الكلية موجودة والاتحاد مظبوط والتقاطع مظبوط. في شيء كمان اسمه الكوفاينات توبولوجي، هو كل العناصر اللي داخل جي بحيث إما بتساوي أو إنه متممة الفاينات، يعني كل شيء يعني الباقي فاينات، يعني اكس ناقص جي اللي بتكون مين اكس ناقص جي بتكون هي عباره عن الفاينات سيت اللي هم الكو فاينات توبولوجي، يعني متممات المجموعه فاينات، يعني متممات المجموعه بتكون فاينات. التوبولوجي الاخر اللي هو الفاينات توبولوجي زي هذا التوبولوجي، لو اخذنا اكس 1 2 3 واخذنا التوبولوجي فاي واحد اثنين ثلاثة فاي موجودة والإكس موجودة، اتحاد هذول الثنتين بيعطي الإكس وتقاطعهم بعض فاي موجود، فهذا بشكل هذا فاينات توبولوجي. إذا هذول النماذج الأمثلة على التوبولوجي اللي أخذتوه بالتوبولوجي واحد اللي هو الديسكريت والإنديسكريت واليوجوال توبولوجي والريفتري توبولوجي والكوفاينات توبولوجي وفاينات توبولوجي. طبعا الفاينات توبولوجي هذا يعني بيقدر تغير انت كثير بيطلع معك يعني امثله كثير، فهذول الامثله راح يرافقونا في هذه الكورس في هذا الكورس، فرجاء من الجميع يكتبهن على ورقه خاصه ويفهمهن اساس يعني مر معك بتوبولوجي واحد، بحيث راح نستعملهن كامثله بتقريبا بكل محاضره بتقريبا بدي اقول حتى بكل سؤال يعني، فرجاء من الجميع يتذكرهن ويرجع يقرا توبولوجي واحد. فأنا الآن بدي أبلش باللي هو المحاضرة الأولى اللي هي موضوعنا اليوم. الآن اليوم بدنا نأخذ اللي هو ما يسمى السيباريشن أكسوم، وأول سيباريشن أكسوم فيه اللي هو أول سيباريشن أكسوم فيه اللي هو عبارة عن التي نوت سبيس. الآن شو معنى تي نوت سبيس؟ بنقول توبولوجيكال سبيس إكس بنسميها تي نوت إذا أخذنا أي نقطتين فيها، إذا أخذنا أي نقطتين فيها نقدر نلاقي open set تحول الأولى ولا تحول الثانية. يعني لو أخذنا قلنا سوينا خلنا نرسم بعد قدرت أرسم بالماوس هاي الإكس، وأخذنا نقطة هون ونقطة هون نلاقي تحول واحد منهم. هذا هو تعريف التون، إنه أي نقطتين في open تحوي إحداهما. تحوي إحداهما بغض النظر تحوي إحداهما بنسميه تي نوت. طبعا مش كل توبولوجي تي نوت، ومش يعني في توبولوجي بيكونوا تي نوت وفي توبولوجي ما بيكونوش تي نوت. فناخذ امثله على هذا اللي هو المفهوم اللي هو تي نوت سبيس. لاحظ لو اخذنا الديسكريت سبيس اللي هو الباور سيت، لاحظ لو اخذنا اي نقطتين في اوبن تحوي واحد فيهم، على الاقل الاوبن اللي بتحوي اكس مثلا اللي هي اكس نفسها باكس كمجموعه، لاحظ الاكس كمجموعه هي اوبن انا باور سيت وتحوي اكس ولا تحوي واي فهي اوبن سيت، فهو بحقق الديسكريت توبولوجي بحقق شرط التي نوت. ليش؟ لانه خذ انت اي نقطتين مختلفات هنالك اوبن تحوي واحد منهم اللي هي على الاكس نفسها تحوي اكس هذا ولا تحوي، بينما الاندسكت هذا لا يشكل تي نوت لانه
لا يمكن تقدر تلاقي واحد منهم، لانه ما فيهوش اصلا هذا التوبولوجي، ما فيهوش غير اصلا اصلا هذا، فمستحيل نلاقي اوبن تحوي نقطه ولا تحوي الثانيه، لانه فيش غير اكس اصلا، فهذا لا يمكن يكون تي نوت سبيس. اذا لاحظ الديسكريت توبولوجي طلع تي نوت، بينما الاندسكريت طلع ليس تي نوت. مثال اخر هو الليفت تري توبولوجي. الليفت تري توبولوجي طبعا لو اخذنا اي هذا خط الاعداد، خط اي نقطتين هون، اقدر الاقي اوبن، طبعا بقدر الاقي اوبن تحوي واحد منهم، هي اوبن، هي اوبن تحوي واحد منهم ولا تحوي الثاني، هاي من ناقص انفينيتي شايف الى طبعا النقطه هون نقدر نزيح عنها شويه. لاحظ هو اخذنا واي اكبر من اكس هنا، واخذنا هذا اوبن تيربل وهذا اوبن يحوي اكس واي، هاي اوبن زد تحوي اكس ولا تحوي واي. اذا هو بشكل لان الليفت تري من ناقص انفينيتي لاي، من ناقص انفينيتي لاي بنقدر نقول هاي عباره عن لاحظ هاي اوبن تحوي اكس ولا تحوي واي. وطبعا لو غيرنا من الارقام راح يظل اوبن 6، غيرنا خذ اي نقطه ثانيه بنفس الطريقه، لانه باي نقطتين في مسافه بيناتهم، لاحظ في مسافه بيناتهم بين الاكس والواي، الان من نبدا من هالمسافه هاي بيناتهم اي مكان فهي لا تحوي واي. لاحظ وطبعا في عندي واحد ثاني فما في مشكله، وكمان نقدر نلاقي اوبن ولا تحوي واي. اذا الليفت تري هو يشكل تي نوت سبيس سبيس. المثال الاخر اللي هو الكوفاينات توبولوجي، الكوفاينات توبولوجي كمان تي نوت سبيس. ليش؟ خلينا نشوف. لو اخذنا نقطتين، لو اخذنا نقطتين مختلفات، لو اخذنا هذا نقول بالله، لو اخذنا الماوس لو اخذنا نقطتين اكس واي، لاحظ انت في عندك لو اخذنا نقطتين مختلفات فاكس واي بقدر اخذ اوبن ست لتحوي اكس اللي هي اكس الكبيره ناقص السنجلتون اكس، هذا اوبن، هذا اوبن ليش؟ لانه ناقص في اوبن، هي شايفه اوبن لانه يعني اكس ناقص فاينايت، فهذا اوبن يحوي اكس ولا يحوي واي. اذا الطريقه حتى نبين اللي هو الكوفانات هو خذ اي نقطتين مختلفات عباره عن اكس ناقص واي سنجلتون، هذا اوبن لانه متممته فاينايت يحوي اكس ولا يحوي واي، اذا بشكل الكوفاينات توبولوجي بشكل تي نوت سبيس. مثال اخر اللي هو اليوجوال توبولوجي، اللي هو اليوجوال توبولوجي عرضنا اليوجوال توبولوجي، معناته هذا المثال مكرر، لا ما عرضنا اليوجوال توبولوجي. اليوجوال توبولوجي بدي ابين انه هذا اليوجوال توبولوجي بشكل تي نوت. لاحظ لو اخذنا نقطتين مختلفات على خط الاعداد، اذا في واحد اكثر يعني اي نقطتين على خط، لاحظ اي نقطة الاعداد هاي نقطة واحد اكثر يعني نقدر ناخذ هاي اكس مثلا هاي واي، نقدر ناخذ الاوبن سيت هاي المفتوحه من هناك، لاحظ هاي تحوي اكس ولا تحوي واي، لانها هاي خليها مفتوحه من هون، هي مفتوحه من هون تحوي اكس ولا تحوي واي، هاي اوبن على الريال نمبر، وهذا اذا قدرنا نلاقي اوبن تحوي اكس ولا تحوي واي، اذا هو بشكل تي نوت. مثال هذا لو اخذنا هذا التوبولوجي زي فاي او 1 2 3 التوبولوجي اللي هو فاي واكس 1 2 1 3، هذا التوبولوجي بيقول خلينا نشوف هل هو تي نوت. طبعا ناخذ مثلا نقطتين مختلفات، لو اخذنا لاحظ الاوبن بدي اوبن تحوي واحد منهم، هاي اوبن تحوي اكس ولا تحوي، خلاص انتهى. واحد وثلاث هاي اوبن تحوي تحوي الثلاث، اثنين وثلاث هاي اوبن تحوي الثلاث اثنين،
اذا لاحظ كيف اذا اي نقطتين مختلفات لعن واحد مع اثنين، الواحد مع الثلاث، اثنين مع الثلاث، قدرنا نلاقي اوبن تحوي الاولى ولا تحوي الثانيه، نقطه ولا تحوي الثانيه، تحوي الثانية. لاحظ كل الاحتمالات درسناهم الواحد ومع اثنين، الواحد مع الثلاث، ما ظلش اي احتمال، اذا كلهم قدرنا نلاقي اوبن تحوي احداهما ولا تحوي الاخرى. فهذا التوبولوجي بنسميه تي، اذا التوبولوجي والفونات توبولوجي هذا بنسميه تي نوت. في معنى بعض النظريات اللي هن حول التي نوت، يقول لك every subspace of تي نوت is تي نوت، اي جزء من التي نوت يبقى تي نوت. شلون نثبت؟ حتى نثبت انه اي جزء من التي نوت is تي نوت بالطريقه التاليه، وتاو بي تي نوت سبيس اي مالها جزء من مين؟ اي جزء من مين؟ من اكس. إيه؟ لا بدي اثبت انه اذا كان هذا تي نوت، اذا هذا تي نوت، فان اي تي ناخذ نقطتين في اي لت اكس واي بنت، بما ان اكس واي مختلفات عن بعض ومالهن مختلفات، انه اكس اي جوات الاكس اوتوماتيكلي اكس واي موجوده في اكس، ولكن اكس تي نوت اذا بقدر الاقي 2 اوب اكس تي نوت، بقدر الاقي اوبن سيت يو، بقدر الاقي اوبن سيت في اكس، لاحظ وين موجودات في اكس وتحوي احداهما، اقول لتكن اكس موجود وواي غير موجود، هذا الخيار. ولكن هاي يو اوبن في اكس، اوبن في اكس في اي، شو بعمل؟ باجي على بختار هي عباره عن يو تقاطع اي، فبختار يو اللي كانت في اكس، وهذا حسب تعريف صب واحد. وشوفوا ايش تعريف السب سبيس، كيف الاوبن بالسب سبيس هو عباره عن اوبن في الاصلي تقاطع اي، اعيد الاوبن في السب سبيس هو اوبن في الاصلي تقاطع اي، then v is open in a، اذا و a تحوي و v هي تحوي اكس ولا تحوي واي، اذا السب سبيس هذا السب سبيس ماله، اذا هذا السب سبيس طلع تي نوت سبيس، لانه قدرنا نلاقي اوبن ست تحوي اكس ولا تحوي واي. قلنا الطريقه ما يلي، ناخذ نقطتين مختلفات في اي، بما ان النقطتين اللي ب اي هم اوتوماتيكلي ب اكس واكس هي تي نوت، اذا هنالك اوبن في اكس تحوي اولى ولا تحوي الثانيه. ولكن الان كيف باجي بدي الاوبن مش ب اكس، بديها ب اي، بقاطعها مع اي، تصبح اليو تقاطع اي اوبن في اي، اذا يو تقاطع اي هي اوبن في اي وتحوي اكس ولا تحوي واي، اذا هي تي نوت سبيس. الان في تعريف اللي هو تعريف يعني نسمي الفانكشن هوموميورفيزم، الفانكشن هذا هوموميورفيزم الشغل التالي 1 تو 1 واحد كونتينوس اوبن، كونتينوس معناته بيرجع الاوبن للاوبن، بين الاوبن بودي يعني هذا بودي الاوبن الى الاوبن، هذا بيرجع للاوبن، هذا يرجع واحد، شوفوا تعريفه الاوبن الاوبن، هذا بودي الاوبن الاوبن 1 تو 1 الاون تو اللي هو بده يكون الشامل، يعني بده يكون الرينج يساوي الرينج يساوي الكودومين، وال1 تو 1 اي عنصرين مختلف، اي صورتين مختلفات، يعني كل عنصر له صوره واحده، يعني كل عنصرين اي كل صورتين مختلفات اصلا مختلف، يعني اللي هو اذا هاي ال1 تو 1 اذا كان اف الاكس لا تساوي في الواي، اذا الاكس تساوي لا تساوي الواي لا تساوي، اي اذا اف تيجي ان اكس لا مختلفات، او تقدر ترجع اذا اكس تساوي واي فان اف الاكس تساوي اف الواي، هذا تعريف ال1 تو 1. في نظرية اللي هي النظرية الأخيرة اليوم بمحاضرة اليوم، الفانكشن x and y be topological space، لو أخذنا الفانكشن من x ل y be homomorphism، عرفنا معنى الهوميمورفيزم، عرفنا قبل دقيقة شو معنى الهوميمورفيزم، هي تعريف الهوميمورفيزم 1 to 1 onto continuous open، إذا كان x هذا t نوت فإن y t نوت،
صورة التي نوت بتكون تي نوت إذا تحقق الأربع شروط التالية هذول الـ 1 to 1 والـ on to والـ open. إذا بسموها بنسميها التوبولوجيكال بروبرتي. الآن بدأ إذا توبولوجيكال بروبرتي حافظ على الصفة، يعني متى التي نوت هاي متى بحافظ إذا كان هوموفيزم. هوموفيزم عرفناها قبل دقيقة شو معناه، اللي هو 1 to 1 و on to و continuous open. البرهان ما يلي، كيف أبرهن إنه الهوموفيزم إيمج، هوموفيزم إيمج of T note is T note، أي يعني صورة T note بتكون T note إذا توفر قلنا ال one to one وال on to وال open وال one to one. راح نستعمل لاحظ المصطلحات اللي إذا قبل دقيقة. أول شيء let X be T note space، البرهان بلش البرهان let x ولت f ب 1 to 1 and into continuous open اللي هو الشروط. هذا الشرط الأرض اللي هم تعريف الهوموفيز. to show that y is t not، بالنسبة الآن y is مالها بالنسبة إن y مالها t not. يثبت انه y t note. let x و y x و y 1 و y 2 نقطتين مختلفات. لو اخذنا نقطتين مختلفات في y بدي اقدر الاقي open تحت احداهما. اول شوف البرهان، اذا هنالك صورين صورهم، واحد صورته f y 1 والثاني سويته. هذا من تعريف الانتو، معنى الانتو يعني كل عنصر في الكودومين هو صورة. كل عنصر في الكودومين في الواي، كل عنصر في الواي هون عبارة عن صورة. إذا هنالك x1 y1 وهنالك x2 صورة. تعريف ال وإذا تعريف الانتو خلصنا من الانتو نجعل 1. now by 1 بما إنه 1 to 1 و y1 لا يساوي y2 ولكن لا يساوي هذا، إذا x1 لا تساوي x2. هذا تعريف عملنا لغاية الآن الأنتو بالجملة الأولى. والآن استعملنا الأنتو بما أنه العنصرين مختلفات فهي صورهم فأن X1 وX2 مختلفات. الآن نستعمل إذا صرنا نستعمل لغاية الآن استعملنا تعريف الأنتو وتعريف الأنتو. الآن نستعمل الآن XT نوت، معناته بقدر ألاقي open set تحوي إحداهما ولا تحوي الثانية. إذا لقينا open set تحوي مين؟ X1. إذا هاي لقينا open. إذا لغاية الآن استعملنا ال 1 to 1، استعملنا ال 2، استعملنا T note في X. الآن نستعمل ال open function open. إذا بيودي ال open يو هاي open فصورتها باستعمال function open. إذا هي open فصار معنا open. بما إنه الآن الفانكشن Y1 X1 Y1 وهذا ينتمي لـ F الـ U، ولكن Y2 و F X2 وهذا لا ينتمي لـ F2 لأن الفانكشن عبارة عن 1 to 1 1 to 1. إذن هذا مستحيل. إذن F الـ U تحوي Y1 ولا تحوي Y2، وهذا تعريف. ولكن Y F Y1 إذن قدرنا نلاقي open في Y تحوي Y1 ولا تحوي Y2 باستعمال الأربع خاصيات الـ 1 to 1 والـ on to والـ continuous. وهذا إذا الـ Y هاي هي عبارة عن T note space. ويعطيكم العافية. طبعا تقريبا كل محاضرة راح تكون بهذا الحجم، 6-7 سلايدات حول الموضوع، والرجاء من الجميع يقرأهن. قلت لكم يعني طبيعة الأسئلة تعتمد على طبيعة الامتحان. إذا الامتحان في الجامعة وكان حل أسئلة بكون تقريبا من النظريات من الاكزامبل اللي بنحكيهم تقريبا 90%. واذا كان ضع دائره ضروري تفهم البرهان فهم، وتفهم النص النظريه، وتفهم التعريف فهم، وتفهم الاكزامبل فهم، اساس تقدر. لانه بتكون ضع دائره اذا بده يكون هو عباره عن فكره ضمن البرهان او ضمن الاكزامبل. ويعطيكم عافيه وارجو الاهتمام بالمادة.